عاود قول لهم المواصفات. دابا بغيتيها سمراء ماشي مشكل. ايه كانت المعقول تنقل؟ لا وانا دابا انت تقول لي كانت راه اللي كانت راه تجيك وحده عندها 27 عام 28. لا 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 تكون شويه سمراء مع من 18 22 عام. اييه تكون تلبس في رجليها 32 38 شحال يكون فيها كيلو؟ 155 ويكون فيها في الطول 155 وشحال فيها كيلو؟ واحد 61 ضروري ولا كانت فيها 65؟ ما كاين حتى مشكل. 70؟ لا الله يحفظك. واخا 45؟ 45 كيلو. لا علاش؟ انا في 60. انت فيك 60 كيلو. الله يحكيك خيرك اباط معنا الله يحمي الوالده الله يقدش ميمتك شي حجه. راه اول مره يطلع معايا شي واحد شتي دابا انا تقريبا 8 سنين وانا في لي لايف عمرني قبل شي واحد يطلع يقول الهضره في اللايف ولكن حيت انت قلبك ابيض. واخا قلب معقول اخويا. رجليها شحال قلتي يكونوا في رجليها؟ 37 38. لون شعرها؟ كحل. ضروري ولا كان شوف الا كانت صابغه؟ صابغه حتى اكيد حتى مشكل. صابغه في الغوز؟ لا والو ما تجوش فيها. كحل. ها كحل. واللون ديال عينيها؟ عينيها بيضين عاديين عينيها عاديين من احنا كنا نختاروا في عيني بحال بحال بنادم. واخا مقطوع على شي يد؟ لا. رجل؟ لا. حوله؟ لا. ودن كبر من ودن؟ لا. رجل كبر من رجل؟ لا. يديها كبار؟ لا صغار. الله يرحم الوالدين. واخا لسانها طويل تترد الهضره؟ لا. تتاكل بزاف؟ شويه بشويه على تاكل تكون حشوميه. تكون حشوميه في الماكله؟ اه. واخا عيد سيدي بدات تقول لك انا خاصني كل نهار تجيب لي تبقى تقول لك طيب لي انت الفطور كل نهار. مرحبا بها. طيب لها انت يوميا الفطور. مرحبا بها. مرحبا بها. ولا قالت لك طيب الغدا معاه؟ لا ما نطيبوش نمشي نخدم. العشاء؟ تنجي من الخدمه. جي يا طيب جي القاية طيبة. ولا جيتي وما لقيتيش طيبة نضادر؟ ما لقيتها مشكل عادي. ماشي مشكل. ولا بقيت تقول لك شوف انا راه بغيت تاكوس بغيت هادي خاصني ناكل تاكوس. لا ماكلة بزنقة خايبة ممنوعة تدير الحبوب. قلت لك اسيدي خليني انا بغيت يخرج فيا حتى البهك. لا ما تناكلوهاش حنا ممنوع عندنا. لا علاش. اسيدي قالت لك بغيت ساندويتش ديال الكفته. لا ممنوع داكشي. قالت لك جيب لي واحد 5 كيلو ديال الكفته. مرحبا بها نجيبوها لها طيبه في الدار. اها. يديها. اه ولكن يوميا. حتى الوقت مره هكا ومره هكا خصنا نبدلو. واخا قول لي شنو يلا شنو تيعجبك تاكل انت؟ باش نشوفوا شويه واش تعرف طيب. ناكلوا داك الشيء. اه. داك الشيء قدينا عليه ناكلوا شويه الفريت شويه الحوت شويه هادي بارف كل مره ناكلوا. شنو هي اعز ماكله عندك؟ اي سي. الصفه واللحم والدجاج. شنو عزيز عليك؟ الصفه واللحم والدجاج. شنو هي الاولى شنو هي؟ الصفه واللحم والدجاج. الصفه واللحم والدجاج. اي. اها. اه صافي يلا شكون فيها مترو ب 55؟ قال لك وزعلوك؟ يعد خويا بادر. قالت لك زعلوك؟ الله يرحم الوالدين. قالت لك وزعلوك؟ لا ما تعجبكش؟
خويا بدر خويا بدر الله يرحم الوالدين بغات المعقول تعثر بيا ما بغاتش المعقول ما تعثرش صافي يلا شكون فيكم ما عندهاش الماضي وممزوجاش ومطلقه وفيها متر و55 وتكون بيضاء لا صافي وما بقاش ما بقيتش باغي بيضاء سمراء تكون سمراء ياسين شويه بيضاء شوفي هي غتكون كحله كاع ماشي مشكل لا كحله ما عندي من ندير بها عندي من ندير بها ما تجيش عندي اها زين صافي صافي اه تنقلبوا على المعقول وتكون مع بنت اختي والله العظيم اخويا بدر عندي المشاكل غير بصح والله احد بنت اخويا دريا ماتت وبا تجوج على ولاها مسكينه الله يرحمها ودريا عندها ربع سنين وحنا شادينا ماتت في الولاده نظيف داخلي مسكينه ابا ما بقاش يصرف عليها وانت شكون شي خدم عليكم ياسين مره نخدم انا مره مره عندي خويا كبر مني شويه تو تعاونك في الخدمه اه وعندو ولادو الله يسر لك مره نخدم ومره نخدم انا ومره على حساب الوقت والوالدين الله يرحمهم بغات تكون خوالي وقينا الله لا تهرمني شويه نتزوج عليها ومشى نسالي الدري وحنا شادين طاف والله يسهل عليك يا ياسين علم لينا الله يجعل ربي حافظ عييتي من الوحدانية يا ياسين ياك اه الله يرحم الوالدة الله يبارك شي مهمتك شي حجة امين ودابا يجبنا عييتي يا ياسين يبغى المعقول قولي اه عييتي من الوحدانية اخويا صافي بغيتي تزوج اه بغا ندير وليداتنا غادي يا ياسين اه دابا الناس هما بغا يشوفوك وبغاو يشوفوك ويهضروا معاك لا 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 يبغات المعقول يبغى المعقول مشيت واحد بغا المعقول تدير في الوار مع خويا بدر خويا بدر خويا بدر خندوي معاك مشيت تخدم النمره في الواتساب وما تخدمهاش في الابل تخدمها في الواتساب وابل بون نبقى نتسنى فاتت تدخل الواتساب وشي وحدة كانت طويلة منك لا اوكي 06 02 87 20 بيضاء ندير نمرتي اخويا بدر يا ياسين هادي غير هادي يحمقك يا ياسين لا لا غاتن بلوكي ما خويا بدر خلي ندير الله غاتن بلوكي البشر ديما خدامه ليا بلوك واخا هاي نشوفو شي وحدين بغاو يطلعو معاك ونكمل ورجع عندك بلاشي خليك مع انا نصوني عليك يا ياسين عافاك طلعني طلعني معاه اوكي كانت تهضرني هي الو الو بغيتي تهضري مع ياسين اها يا انا ندوزك انت مزوجه لا ها ياسين معك الو السلام عليكم عليك السلام كي داير اختي بخير الحمد لله انا تشاوري كلشي بخير أنا الأمور فين تسكني بعدا كديري المنين الدار أنا بخير بعدا كلشي بخير شنو سميتك بعدا عرفيني بسميتك سميتي عزلة فين تسكني بعدا أرودنت بعيدة عليا أختي عندي طوموبيل عندي خا تكون عند شحال في عمرك 18 عام ها بعيدة عليا أرودنت أختي النمرة عندك فيها الأبيل؟ آه عندي فيها الأبيل أختي بعيدة عليا التارودات
غير فلان بعدا ياك مش عارفين بعيد عليا حتى الروان شحال فوق في الطول شحال فوق في الطول مترو 50 مترو 50 انا مترو 55 وانت فايتني بعيد عليا اختي مريم تارودات غير فلان تارود انت بعيد اش تارود بعيد عليا تارود سمحي لي يلاه ترون سمحي لي ما خلى حتى شي بلاصه بعيد عليا اختي سمحي لي خويا بادر بعيد عليا تارودانت وشوف هي غادي تجوز بها وشوف غتجوز بها غتجلس معاك في الدار بعيد عليا تارودانت تارودانت بعيده اش من بلاصه في تارودانت تارودانت بالضبط اش من بلاصه تارودانت تتعرف تارودانت تتعرفها فين جات ها حدا اكادير حدا اكادير من بين اكادير من بين اكادير ودابا هي انت غتجوج بها تجيبها عندك الكازا راه ما تخافش راه ما تعاودش تمشي لدارهم لا بعيده عليا بعد علاش ما بعيده حتى شي بعيده بعيده غير تادلة بيضه في وجهك شنو كي دايره في وجهك بيضه بعيده عليا سمحي لي اختي الله اخويا بدر بعيد عليا حيد انت واش حيد الله يحفظك ودابا غير شوف تنخمم ورد عليها تنخمم ترد عليها تنفكر ورد عليها اخويا الله يحفظك ويسمع اسمع بعيد عليك ناوية المعقول بعيد عليا بدر والله انت بعيدة بالله والله انت بعيدة حيد باغي افكر انا باغي افكر بعيد عليا من بير كذا بعيد عليا بزاف الناس ترد تطلع مرادر اختي والله العظيم بعيد عليا اسمحي لي اسمحي لي يا اختي الله يرحم الوالدي غير فلان سمعيني خويا بدر شوف لينا الله يلا نكت قطع عليها والله لا قطع عليها قطعها يا ياسين مالك اصاحبي علاش قطعتي عليها؟ اختي بعيده عليها والله العظيم اخويا وهادي راه الطول شوف هادي فيها مترو 50 وبيضه تندوي اخوي بدر تنشوف ونتشاور معاه على بعيد عليا تارودانت واش تشوف ولا بعيد انا بختار باش ما تطمع السيده لا بعيد عليا نسول ورد على نسول ورد اش تسول العائله العائله اخوي بدر اشوف لينا صافي قطع عاوتاني عليك اختي اختي ما قبلش بك ما عندنا ما نديرها ويا بابا الله يرحمه شوف لنا الله يكتب خيرك واخ واخ 0 6 0 2 7 20 الله يلا ضحكت بالله 0 0 12 6 0 2 0 7 80 20 ها هو الرقم ماشي هاني نعرف فين هو الرقم انا مابغيش هو الرقم طلع لكم الجحش ياك 0602 078 20 0602 078 20 يلا سير هو ده الرقم في الواتساب في الواتساب يلا شكون شكون بغات تجوج 0602 078 20 تكون فيها قتلتوني بالضحك عرفتي انا تفزعت بالضحك هاد ثلاث ايام هادي الو ياسين اخويا بدر شوف فينا اخويا ها شوف فينا مع شي وحده الله تكون تكون في الكافه اتصل بيا اتصل بيا ها شوف تشوف لينا شي وحده اخ واخا حنا نشوف الله يرحم والدينا اخويا بعد راه مبرف ما عنديش مع الضحك هذاك الشيء ازواجي دابا صافي يلا سير اللي فيها مترو قل من مترو شوفي الا كانت فيها مترو 30 ها الا كانت فيها مترو 30 ما كاين حتى مشكل مترو تكون باين تكون مترو مترو لا علاش لا ما بغيتيش تكون والو واخا 0602 078 20
خندير نمرتي اخويا بعد الله يعاونك. علاش وانا عين الا صون عطيتيهم نمرتي شي كدابا غيقطعوا لينا. واش تبغي تمشي لاسبانيا؟ لا. وحده قالك انا من اسبانيا واش تبغي؟ لا. والو وحده والدي يا اختي والدين في اسبانيا واعرين على المغاربه. كيفاش والدي المغاربه حدا خوتي امت نموت حدا خوتي. وكيفاش الوالدين في اسبانيا؟ لا قلت لك خاصنا حدا خوتي المغاربه في المغرب. اه صافي يا راني نشوفو يا شكون بغات تجوج 06-02-07-28. مجرد تكتب لي انا انا أه؟ تكتب لي انا شكون؟ لا تن على الناس شكون انا؟ استنى اللي بغات تهضر مع ياسين تصيفط ميساج في الواتساب. صفر ستة صفر جوج صفر سبعة ثمانين عشرين اللي فيها المواصفات قل عاود قول لهم مواصفات يا ياسين عاود. صفر خويا تكون مترو 55 ومترو ومترو 60. لا والو واخا واحد وتكون تصلب وتكون تصلب ودير تجلب وتزيف. واخا انا ندوز لك واحد السيده بغات تهضر معك يا ماشي اللي بغى يهضر مع ياسين ما يصونيش يكتب لي انا باش نفرقوا ما بين حيت كلي تيعيطوا للقصص يلا تيتفرجوا في اللايف وتيعيطوا على ود القصص. الو السلام عليكم. عليكم السلام. صافا لاباس عليك؟ الحمد لله هاني. ليش واش ما تقوليش ترقق صوتك؟ ها عشان ياسين هربوا لي والله شهر. شوف 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 بالرجل رقق صوتك وهضر معاه صافي ما تضحكش ما تضحكش. ياسين الو السلام عليكم. ياسين كي داير بخير؟ صافي الحمد لله ياسين. انا باقي باغي الطاربي. اوه الطارب ما والو. ما باغي الطارب ما والو. انا صوت الدر يا بابا حيد. عقبيك تبين تميق صاحبي. انبلوكيك دابا دابا تانبلوك عندي. المواصفات اللي بغيتي عندها يا ياسين. انبلوكيك دابا حي واشو صافي كيدري ياسين قطع عليك عاد شنو بابا الاخر هذا والله الا ساره هاته عين انا نجاوب شي انا نجاوب واحد اخرين عاود بلاش نشوف عين. شوف الناس اللي تيصوني وما تصونيش كتبوا لي انا قبل او ما الدراري عاوتاني والله الا بغيت شي بنت الناس خويا بغيت نهضر مع ياسين اوكي. والله لا ضحكت انا تنصوني عليكم اللي كتبوا لي انا بغيت نهضر مع ياسين. واش شحال بغاو يهضروا معاه؟
خويا لا شوف اللي تيكتبوا لي كتبوا لي شوف مجرد بغيت نهضر معايا ياسين باش نفرق ما بين الناس اللي باغيين يعاودوا القصص. السلام عليكم. يكون بلوكاني انا ياسين واقع جي بلوكي وبلوكاني. بغيت وحدة كبيرة عليها. كيفاش وحدة كبيرة عليها؟ الله راه ماشي لايف الزواج هذا. سنة بغيت ندوي مع ياسين. اوكي عرفت كلشي ولا تيصيفط لي باغي يتزوج. لا لا ما تمشي برنامج ديال الدواء تحكي دابا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو كدير اخويا بدر لاباس عليك؟ الحمد لله الله يحفظك. بغيتي تهضري مع ياسين؟ واه انا دوزت لك ياسين. ياسين الو تكلم. سلام ياسين. سلام بخير الحمد لله. بخير الحمد لله. ايوا الحمد لله. كيدايرين ماني نتار بخير؟ لاباس تولف الخير. كيداير انت كيداير اختك لاباس عليها؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. كي داير الوالدين؟ كي دايرين بخير؟ لا بس كل شيء بخير. فين تسكني اختي؟ تسكن في كازا. اش من بلاصه في كازا؟ عين السبع. تتلبس الجلابه والزيت؟ جوبي. في الطول شحال فوق في الطول؟ متر وخمسة وخمسين. كي دايره في وجهك بيضة؟ بيضة. بلقة بلقة. وممكن كيفاش شنو سميتك؟ شنو سميتك؟ سميت مريم. مريم مش عارفين شحال تتلبسي في رجلك؟ 37 ونص. 37 ونص. انا قلت لك 37 ماشي النص. وماشي مشكل هذاك النصيحي ياسين. صافي يا خويا بابا خليها. ما كتناش الرقم اللي قلتي. المهم ما ماشي فيت 38. ولي 38 حيت مشكل. لا قال لك 37 ونص ماشي 38 تتلبس في رجليها. النص فاش قال 37 خاصها نص. حيت مشكل. هاد النمرة فيها الابيل قول لها هاد النمرة فيها الابيل سولها هي معك. هاد النمرة فيها الابيل ديالك؟ فيها ابيل. ودابا انت معقول بصح ولا بصلا؟ والله العظيم اختي الله يجبد من القبر انا هو المعقول. اش باش دعيتي الله يجيب من القبر؟ شنو هي؟ شنو قلتي؟ الله يجبد المهم من القبر. الله يجبد المهم من القبر انا هو المعقول. خليها داعش الله يرحمها. سولها على الشقا سولها على هادي شعرفي طيبي شتعرفي خويا بدر تنسولها هي في التليفون حيد. هلا خويا بدر. قلت لك شتعرفي طيبي. تعرفي طيبي شتعرفي ديري. ولكن شي ناوي المعقول ندوز لك خويا راه حدايا هضر معاه. هذاك فين خوك؟ هذاك فين عنده نمرة تحكي عليا وحده جالس قالك حدا راه جالس حدا. هذيك كان كيسمع الله ديال بدر وقلت له انا كانت سيدنا بن معقول هضري معاه. واش بغيتي تهضر مع خويا خويا بدر؟ لا من الوش مع خوه. اش ندير بخوه؟ خويا بدر خوه هذيك ناوي المعقول اخو واحد. انا باغي ندور مع ما انا باغي ناخذ خوه باغي ندور مع ما مولا الدار الكبيره. واخوه راجل صاحبي هو مول الدار. لا ندور مع ما 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 مولا تغي. اش ندير بخوه؟ واخوها راه هو كلشي. حيش تقول الام هي كلشي. الام الحنانه هي كلشي. وييه ولا يني شو لا الحنان. اتا خوها خد الشورد خوها يا حي واش تضرب لها خبر خوها باش تعرفها هي راه معقوله راه شو باش تعرف راه خويا قال لي نهضر عطوني نهضر معاه. لا دوزي كان صوت ديال قبيله نبلوكي. لا والله ما شوف مش السلام عليكم.
عليه السلام. ها هو هذا الصوت ديال قبيلة عرفتو؟ ما هو ما هو والله ما هو ماشي هو والله ما هو الحيدة مبلوكي والله ما هو الله يحفظك والله ما هو غير بلاتي تسمع. أنا هضرت معاك أخويا لا أول مرة نهضر معاك. حلف قلت حلفتي بالله والله العظيم أنا يا أخويا الأمور تنقلبها على المعقول أخويا الحمد لله حيت شو باغي نبغي المعقول هنا راه خصني نجلس معايا في الدار. مرحبا بيا خويا ومرحبا بيك تيتا الله يحفظك ربي يخليك خويا. كيفاش كتعاون انت كلشي بخير الامور هانيه؟ بخير الحمد لله. ايوا الحمد لله تناول معقول بصح هاد واحد الشهر عندك صعيب خويا. كتلبس جلابه الزيف كتلبس جلابه والزيف انا راه قلت لك هادي راه طرا بيش ايدي اصلا كاع ما كتخرج كاع من الدار ساكن معايا عند الماضي عند الماضي ولا احنا بينا كتصل هضره دابا بعد الماضي وسول نسول على راسي انا وتقول انا خويا كبير انا خويا كبير تقول عند الماضي شو ما شايف اسمح لي يا اخو شي مشكل الدنيا خويا خويا من تفهموش اخويا حيد حيد خويا من تفهموش يا سيدي يا سيدي يا سيدي واغي بلاجي واش خويا الكبير تتقول له واش عند اختك ماضي ما يمكنش ولا تنعاود ضحكت اسام انا عاد صوري انا نعاود صوري اوه خسارة ياسين قلت لك ما تفهمش معادي الله يحفظك وغيتسنى ياسين وياسين واش راك غلطت يا خويا اسمعني واسمعني شنو نقول لك سمعني شنو نقول لك بعدا صافي واش خوها خوها تقول لاختو واش عندك ماضي حشومه لا اسمح لي اسمح واش واحد السيد وافق انا راه اختي الصغيره هادي راه طابيش ايدي وانا جايبها عندي كانت صغيره جايبها عندي الدار اسمح لي يا خويا اسمح لي اسمح لي يا اخو والسيد ما قال لك حتى كلمه هاد العيبه ياسين يحي صح اسمح لي يا اخو تندير خويا بعض ولي اسمح لي واحد هادي ما نتفاهمش انا وياه علاش بات خويا دابا انت ياسين ما باغيش مع خويا بعض هادي ما غاديش نتفاهم معاه علاش ما تفاهمش معاه الله يحرق شوف لي علاش صافي اخويا واسمع بالعكس صافي قلت لك واي اسمعني 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 بالعكس قطع قطع انا تسوق هادي بلاتي مشكلة ماشي نجي نعاود نقلب عليه مرحبا والله حتى الدموع بالله الدموع نزلوا بزاف السيدة بلاتي راه تيقطع تيقطع والله ضحكت بالله خلي على خاطر خلي على خاطر ما كيقطع خلي صافي سطعني عليه انا تينا راه تفزعت بالضحك والله الا امس كان تيهضر من نيته والله الا تيهضر من نيته اه ياسين ياسين دابا بالاسماني اسمع ما تقطعش ياسين وما تقطعش خويا ياسين وغي اسمعني واسمعني بعدا اسمعني بعدا اسمعني ديك الساعه قالك تناول معقول كنهضر معاك بصح قالك تناول معقول هضر معايا بمعقول اه ناول معقول اخو ماشي دابا معقول دابا ما كتفلى دابا راه اي وحده غتهضر معاك بحال هكا تتفلى عليها لا ما تفليتش اخويا شوف شوف راه شو اخويا ربي قسم بربي العظيم تناول معقول باش نحفظ والله كي تناول معقول غادي ديها اللي كتبها لك الله غاديش ديها بيضاء ما في عراك حال لا بيضاء تكون بيضاء هادشي في عائلتنا اخويا بيضاء لا ماشي بيضاء هادي بيضاء والله تبيضاء تندو معاها تندو وشوف واش اسمعني اه مادام دوزاتي خويها انا وقد معايا انا نجي مرحبا بك للدار تشوف كل شيء مباشره على عينك اش من بلاصه في عين سبع حدا عين حدا مرجان حدا مرجان صافي ايوه صافي هذا النمره ديال اقامه الامل حدا مرجان صافي النمره ديال صح عندي صافي انا غادي نمره تشوف غادي نهضر معاك هو الشيف ياسين مادام دوزات لك خوها راه معقوله هادي اه ياسين تضحك عليا واقيلا شكون؟ نشرط عليها بعدا شرط تسوقني معانا اه شرط شرط ما حد خوها كاين شرط معاها داك الشيء ديالها كامل قالتوا لي ديال تسكن مع اختك وكاينه معاه مع اختك شايفه كل شيء عارفه هي كل شيء سمعاته
على برنامجية يومية كتصنت لي يوميا كتبقى كتبقى انا كنفيق مع الصباح كنمشي للخدمة الخامسة فاش خدامة بعدا لا ما خداماش هي هي جالسة في الدار شكون قال لك قلتي لي تتفيق مع الخمسة انا كنفيق مع الخمسة انا كنمشي خو تندور مع ماني الدار اخو مرحبا تشاور مع ماني الدار وزي مرحبا بك ويا سيدنا راه خويا خاصك دق المسمار دابا صاحبي راه هذاك اخويا عرفت اباطر والله هذاك ما خويا بالله اش تكدوثتي من الله يرحم الوالده عرفتك دوثتي من اش تكون شفت التسجيل ديال انا ماشي خويا نحلف لك عليها ما خويا حق الله العظيم ما خويا حتى حلفتيني الله راه اخويا بدر شو خويا بعدا دوز لي شي دغيا اخرى الله يحمي الواليد واه هذه اللي معقوله هي اللي دوزات لك خوك راه هو دا معانا صافا مرحبا بيه مرحبا صافي تهضر مع الدار يلا صافي اللهم يسر يا الله خاطر خويا سيني الله خويا والله الا ضحكت فزعني بالضحك قال الخت دابا تخيل شي واحد يجي يخطبك تخيلوا دابا شي واحد يجي يخطبك وباك جالس وخوك جالس ويقول لهم اسمحوا لي نسولكم ويوقفكم يقول لهم اسمحوا لي نسولكم اها واش عندك بنتكم ماضي سلام يا تصفتهم اوديوات حصل اكو شي باغي يتزوج لا لا ما نقدرش ندوز هذا والله ماشي ديال الزواج الناس اللي تيصيفطوا لي الو السلام عليكم الو يعني مش كونيكسيون انا معقوله والله يحي والله لا تهضر راه تنعيط هذوك اللي تيكتبوا لي انا والله الا ضحكت ضحكت الو السلام عليكم وعليكم السلام اختي لاباس عليك الو بدر وي بدر اللي معاك لاباس عليك لاباس الحمد لله انا معقوله والله واش بصح بيتي ياك ما بصح بغيتي تهضري مع ياسين لا ياسين صافي دبر لا مازال ما دبرش ما عرفت هذوك المواصفات اللي طلب ما فيهاش ما فيكش ونصونيو عليه ما عرفتيش يقتنع نصونيو عليه ما عرفتيش يقتنع يلا سير مرحبا ياسين السلام عليكم تكلم يا ياسين وعليكم السلام شي داير ربي خير عجبتك واقع الحياه شنو قلتي لها ياسين شنو قلتي لها بعدا شنو قلتي لها كديري شنو قلتي عجبتها واقع الحياه عجبتها ايوا شوفوا كان كديري ماني الدار بخير بخير الحمد لله فين تتسقني الحمد لله انا ساكنه في اكادير حاليا واش من بلاصه فينا بلاصه حي الداخله حي الداخله شحال في عمرك في عمري 22 عام 22 بعيده عليها اكادير خويا بدر خويا بدر بعيده اكادير والو شنو سميتك سميتي حنان حنان تشرفي الشرف لي عود انت سميتك ياسين ياسين اي ياسين بعيد عليا الاكادير اخويا بدر هاي كلشي دير قريب كلشي بارطاجي انا اصلا ما ساكنش في اكادير غير كنقرا فيها فين ساكنه انا ساكنه في الجنوب الشرقي جنوب الشرقي عرفتي شحال من بين كازا والمغرب من كازا الجنوب الشرقي عندي العائلة في كازا ماشي مشكلة
اش منك عيل فين عندك؟ والله ما عرفت ما كنمشيش ليهم ولكن غنبغي اللي نمشي عندهم على ودك. مرحبا بيك مرحبا بيك. تجي عندهم وصوني عليا فين تجي ان شاء الله؟ تجي صوني عليا ونطلق مع اختي. واش تبنا وين معقول ولا وين تلاقى معاها؟ لا ناوي معاها المعقول خويا بدر ناوي معاها المعقول. انا داكشي ديال الطلاقه وكذا وكذا كذا. لا لا انا ما عنديش معاه باغي في الدار الكبيره انا. ايوا صافي مزيان متفقين. اش من بلاصه عندكم في عائلتكم تتلبسي الجلاب والزيف؟ انا كندير الزيف وكنلبس الطويل. عندك شي ماضي بعدا؟ انا غير طالبة. طالبة شرفين تاخذيني مقاهي ام كشقاري؟ ماشي مشكل ام كشقاري الراجل ما كيتعبش. هذاك الشيء بغينا. ايوا شنو يا سي شك بديتي تتعلق بها يا سي؟ مرحبا بها. تلا شنو بالك دابا يلا شكون في هادو اللي عجباتك كاملين؟ عجباتك هادي؟ يا الدري عجباتك؟ نقول والله والله عجباتك. ويلي 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 كنحشم. والله يلا سير هضر معاها نقول لها الشروط. كنت تقول لك الشروط تقبلي تسكني مع الخوادريه الا كانت ضعيفه ومرحبا ما عنديش مرحبا. وهي الا بغات تكمل قرايتها يا سي انت خليها تكمل قرايتها؟ خليها بالها ما كاين حتى مشكل. صافي مزيان. شنو اخر يا سي؟ سو ما سولتيش شحال في الطول؟ ما سولتيش شحال في العرض؟ شحال في الطول؟ شحال في عمرك في الطول؟ اودي انا راه قلت لبدر المواصفات اللي طلب فيها ما حرمش فيا. قولي شحال في الطول وما تكذبيش. انا في متر والله ما نكذب انا في متر و 64. لا طويله فيتاني خليتي تتعلق بك دابا حشومه. لا اصلا الطول ماشي مشكل هانيا. لا اختي لا الا بغيتي نقص ماشي مشكل. لا لا خويا بدر لا وشوفوا خويا بدر لا والو لا بدر والو والو وتقول والو تقول وشوف قطع عليها. خويا بدر انت ما باغيش تزوج وانت؟ لا والو انا ما نفكرش في الزواج هو اللي بفكر في الزواج انا ما نفكرش فيه. صافي مزيان وتقول مازال باغي نكمل قرايتي. يا ستي هادشي دابا باش حتى قبل الطول اللي خرج عليك. هاهو هاهو جا يا سي الطول اللي خرج عليك ياك؟ اه الطول اللي خرج عليا. انت عندك نمرتك نمر 60 ياك؟ اه نعم نمرتك شحال؟ نمرتك 60 في الاول. عندك تقول فراسك وحده راه قلتي دمرتها البارح في اللايف. لا ما كملتهاش. راه كملوها كملتيها؟ لا والله ما والله ما كملتها بالله. تي نمرتك في الاول 60 ياك؟ ما تقولش لا ما تقولش ما تقولش شحال في الاول؟ كثروا عليك النوامر مسخوطة اكثر مغربي عنده النوامر د البنات. اخويا بدر اخويا بدر اخويا بدر طويله عليا بزاف هادي. والو ماشي مشكل ماشي مشكل دير لك الهيبه في الطريق. 155 155 في الطول بغيتي نقص ماشي مشكل. كيفاش تنقصي بقطعي راسك؟ شوف بقا تمشي بقا تجرى في الكروسه. لا لا ما بغيتيهاش طويله طويله اخويا بدر. وهانيه مالك اخي دي هاد الطول والتباتا. بالعكس راه واخا تشوفني راه كنبان قصيره. اش بان لك؟ خويا بدر اش بان لك؟ لا ويلي عليا خويا بدر ما نكذبش عليك والله ما نكذب بالله. صافي والو 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 ايوا صافي واخا راه ما بغاش. صافي شكرا لك يلا شكرا. واخ السلام خويا بدر عفاك بغيت ندوي معاك في شي حاجه ضروريه صيفط ليا في انستغرام ما جاوبتينيش الحل اللي كان باقي لي هو نصيفط لك في واتساب ما فهمتش. اوكي سلام سلام.
السلام صافا عليك اللي بغا يهضر معايا بغيت بغيت نعرف هاد بغيت نعرف هاد اللي جيت تشرد كي داير صفر ستة صفر جوج صفر سبعة ثمانين عشرين خويا طلعني قول ليك واحد ألو السلام عليكم السلام كي داير خويا بدر بخير الحمد لله باش تهضري مع ياسين أييه أنا نصوني لك شوف مباشر يجاوب كي صيفتي اوديو ولا شي حاجه يضحكني بالدماء وياسين جاوب ياسين جاوب شي جاوب شي قطع طلع شي واخا الباء يا ياسين تكلم يا ياسين تتعطل باش تجاوب اخويا بدر النمره من قبل هي تتصل بيا شكون هاد النمره؟ النمرة هاد النمرة من قبل هي هادي طالعة دابا عندك هادي فين تعيطي لها اختي؟ والله الان تتعيطي لها؟ عيطتي قالت لها ايوا واش ما دويشي؟ من قبل هي تتصل قلت لها دوينا قلت لها تنكون مثالي ونشوف القرار يعجبك خويا بدر قلت لها دويت معاه دويت مع خويا بدر دويت مع هذيك طاح لا كاع ما قلتش لك موافقات والو شحال في عمرك شحال بعدا في عمرك كي دايره منين الدار بخير الله يحسن معك شحال في الطول في شحال فيك في الطول ها مترو 55 كلشي المغرب كامل ولا فيه مترو 55 صح انا كاينه حاليا في كازا اش من بلاصه في كازا سوان هاد سوان بعيده توا بعيده عليا نجيب عندك نجيب عندك حنايا مال بعيده عليا اختي ولا تورى نقصرو حنايا بعيده بعيده سمحي لي ونزيد كان الان قطع عليك اختي قطع عليك اشوف ندوزو ليه واحد الام باغا تزوج بنتها ها ياسين واحد السيده بغات تزوج بنتها ها هي بغات تهضر معاك بنتها مرحبا تهضر مع الام مع ما ديريكش ها هي معك الو السلام عليكم لالا السلام عليك كثير بدر مجدي لاباس الحمد لله الله يخطيك شي مزيان وليدي واش وليدي بغيت نسولك شك داير واحد البرنامج ديال الزواج واش بصح ولا لا اييه هو الله يعطيني شرموك خالتي الله يعطيني شرموك يضربني تنقلب على المرض وليدي عندي واحد البنيه وبغيت نتزوجها لكن سمع قول واش بدر واش بصح هادشي ولا كتسلى هادشي اللي قال ياسين لا هذا هو بصح هادشي اللي قال لي السياسي انا ساكنه في الدار البيضاء ساكنه في الدار البيضاء واش من بلاصه ساكنه في سيدي معروف لا بعيده عليا خالتي وفي كازا سيدي معروف راه في كازا لا بعيده سيدي معروف وانت في كازا سيدي معروف بعيد اخي وانت في كازا لا بعيده انا لا بعيده انا من بين على وليدي انت غتسكن معايا ياك هي اللي غتسكن معاك لا بعيد بنتك كي دايره شحال في عمرها بعدا عندها 20 عام شحال في الطول فيها طول فيها متر و55 وبنتك بيضة المغرب كامل اللهم ما شاء الله ما شاء الله آه مرحبا بك اخاتي تنشوف كيفاش تشوف زيد سولها زيد سولها وانت وليدي فين ساكن وانت وليدي فين ساكن انا كنسكن في انيس ساكن بوحدك ولا مع العائلة مع اختك قسمتك ياك؟ مع اختي الوالدين الله يرحمهم
والله يجيب نفس على بابا وليدي. زيد سولها ياسين المواصفات. نعم وليدي بنتك قويلة شحال، بنتك قويلة شحال تتلبس جلابة شنو تدي؟ لا لا بنتي والله القسم إلا كدير الحجاب قسما. لا الحجاب لا 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 خالتي والحجاب لا ماشي داك الحجاب، والحجاب داك الزيف والدرة الزيف والجلابة. مرحبا ترد عليك خالتي. كيفاش ترد عليها؟ وسول السيدة بعد ما معاك راه المعقول. واش يا وليدي حنا كندفعوا السيفي انا راه غير تقت في بدر حيت تنتيق فيه وطلعت تما كاع ما نطلع. شوفي يا خالتي شوفي تنقلب على المعقول تنرد. وسولها بعدا وسولها وسولها كانت تتقرا ترجع من الباك شدات الباك وكانوا قالوا لي تمشي لواحد البلاصه بعيده فين تقرا وما خليتهاش. شمي سولها مكتبه لها شي حاجه ما بغيتش وليدي نبعدها عليا هي اللي عندي عندي بنيه وحده بعيد عليا السيدي معروفه خالتي بعيده بزاف سمحي لي. ايوا ماشي مشكل وسيدي معروف راه قريبها لك وما سولتيهاش. قطع عليك قطع عليك براسي هو شويه صوني ابي الفيديو الله بعد الله. اه يا سيدي واش تقطع على النسيبه صاحبي بعيد عليا سيدي معروف. واه سيدي معروف في كازا مالك تسافر للقنيطره ولا راه في كازا بعيد بلاصه ساكن فيها ناس يا ياسين اش من بلاصه حدا بالضبط في المشروع حنا في المشروع انت هو بعيد هو مشروع مشروع. والو ياسين والو ودابا ايوا خالتي ياسين وخالتي واش انت خدام بعدا؟ نعم وليدي خالتي تنبيهو انت والله الله يسخر لك اوليدي. هذه نمرت كان نمرت الدريه. لا نمرتي ماشي ديال الدريه انا بنتي ما نعطي نمرتها وليد. لا شوفوا المعقول واش كاين. طا الله يحفظك خالتي. صح. الله يرضي عليك اوليدي الله يسهل عليك. يلا. صح. والله الا ضحكت بالله. شوف الكفاره كلشي باغي يهضر معايا. ويلي ويلي ويلي. بغيت حتى انا نقول لك شي حاجه عافاك راه صيفط لك فيسبوك جاوبني غير بكلمه ما تخلينيش بغيت نشوفك ابادر. عافاك جاوبني غير بكلمه ما تخلينيش هكا اش ما فهمتش اختي ما فهمتش صيفط لك في انستغرام. والله الا هاد ياسين مقطع الو السلام عليكم الو 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 السلام عليكم كم سلام صافا لاباس عليك لاباس الحمد لله ما فهمتش صيفط لك في انستغرام قلت لي بغيت نجاوبك ما فهمتش الميساج ماشي انا اللي صرات لك في الانستغرام دخل قرا الميساجات وغترى سلام خويا بغيت شي حاجه عافاك راه فايت لي ما كتجاوبش هاد الهضره اللي غنقول لك المهم انا راه قالتها في اللايف اصلا انا واش صعب كان غطلع عليا بحال ياسين شنو؟ صعب كطلع عليا بحال ياسين الو انا ماشي نفوتك بحال ياسين ولكن انا ماشي بحال ياسين كيفاش نمشي بحال ياسين؟ ما نطلعش عليك بحال ياسين علاش انت ياسين؟ لا زعما الضحك انا فهمتي ما عرفتش شنو نقول لك لا ما كنضحك تضحكيش اه اوكي صافي ما بقيتش باش نجاوب علاش شنو قولي علاش علاش مسطرش تجاوب حيت انا ما تنفكرش في داكشي اللي كتمشي علاش صح
ما نفكرش فيه. ندوز لك ياسين. وعلاش؟ واش ندوز لك ياسين؟ لا كو كنت بغيت ياسين. ندوز لك ياسين. علاش انا ندوز لك؟ نصوني ليه؟ لا لا ياسين يمكن نكون جيت كنضحك في الميساج ديالي ولكن اسمح لي. نو ماشي مشكل اختي. نو ماشي مشكل. عبد الرحيم بان لي عبد الرحيم ابو رفعت. صوني 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 عبد الرحيم. انا ياسين بغى الجواج بحال ديال مسله شي حد هاك. نو انا مش مفكر في شي حاجه ديال الجواج دابا. صفر جوج صفر سبعة ثمانين عشرين برا الواتساب. الناس اللي تيسولوني على خويا راه بغيت نهضر مع ياسين. الناس اللي تيسولوني على الجلسة الجلسة تأجلات حتى نهار 27 ما عرف شنو السبب. خويا طلعني ندوي مع ياسين الله يرحم باك واخويا. اوكي اخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اختي بغيتي تهضري مع ياسين؟ واخويا بغينا نخويا قبلنا في هذا الليل. واخا انا ندوز ما كاين ما كاين غير نتخوى الله ما يتخوى على ياسين. انا نسوني عليه. ياسين تكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دايرين مالين الدار؟ لاباس عليهم كلشي بخير. الحمد لله. كيدير الوالدين وكيدير الوالده كيدير الوالد كيدير الخوت كيدير الحمله المدنيه كامله. والله الا باخا كيسلموا عليك. كلشي كيسلم عليك. مرحبا مرحبا. شنو سميتك؟ شنو سميتك؟ سميتي سارة. فين تسكني؟ كنسكني في دربكم وقدار. فين في دربنا؟ فين كتسكن انت؟ كنسكن انايا. ويلي قولي فين تسكني؟ كنسكن في أناسي. سمعتيني قلتها في اللايف ياك؟ بحال داكشي. وانت كتبغي داك المواصفات اللهم نعطيوك نفس المواصفات. واش من بلاصه في أناسي انا نحصلك؟ هذيك اللي قلتي التالي في المشروع. في المشروع. واش من بلاصه في المشروع؟ مشروع بالقصيري. قولي لي يا اختي قولي لي فين تتسكني. واش زعما اكزاك ولا غير؟ واش نعطيك بالضبط في كنسكن؟ سول على المواصفات شوفها واش متقيه الله واش زوين. تصلي بعدا تصلي. والله خويا حتى كنصلي قسما بالله. شحال شحال فوق فطول؟ طويل عليك. قولي شحال قولي. متر و 2 متر و 50 بارك. متر و 50 متر و 50 متر وخمسين. متر وخمسين. وشنو سميتك بعدا؟ سميتي سارة قلتها القبيلة. شرفي. الشرف لي اخويا. انت ياسين ياك؟ ايوا متشرفين اخويا. سكتي معقول ولا غير كتفلى؟ اختي المعقول اقسم بربي العظيم حتى المعقول. ما تبقاش تقسم حيت دوك اللي كيقسموا كلهم كيكذبوا. لا اختي الله كاين فوق منا. ايوا اخويا الله يجيب لك شي القرا فين غبر
شقافك عاد تتفلى يا اختي. لا لا والله كنتفلى شويلي كنتفلى انا كنسكن في فاس غير كنضحك معاك فين فاس خويا خويا دوز ليا نعم نعم تسمع دوز ليا ديك خيتي قلتي لها ندوز لك ياسين قبيله الله يحفظك شكون هادي غندار معاها شكون هادي سمعتي فاس وانت تهرب لا بعيد واه صافي قام كمل معاك حتى الهضره بعيد عليا فاس بعيد بعيده فاس بعيده فاس بعيده ويلي راه عندنا دار تما نيز لا لا ما نسكنش مع نسابي ما نسكنش الراجل معاك الراجل تيسكن مع بكتافه كيفاش بكتافه نسكن في دارنا الراجل ما نسكنش مع نسابي وانا نسكن معاك في داركم بعيد عليا فاس اختي ما مشيت ل مشيت ل شوف شوف نديرو الخطوبه ونديرو داكشي نديرو في كازا نديرو في داركم ويلي عليا شوف انا فاس ويلي كما كنت نجي عندك او شحال في عمرك بالا انا نقدر تكون كبير عليك شويه اقول يا كبير 24 لا ما تفرحيش هو راه راه هو عنده 30 عام لا دوزي ليا انا تسمعك دوزي ليا خويا بدر دوز ليا ديك خي الله يرحم الوالدين بدر دوز ليا ديك خيتي قلت لها قبيله شكون هذا هي فين دابا انت قالتك هذيك هي قالتك اش نقول لك بعدا انت فاش خدام هي قالتك تشرط من الصباح على البنات حتي انا المستوى ديالي خصني نعزل المستوى ديالك نتايا كل واحد اختي الله يحفظك بعيده عليا فاس دوزي لي السيد الله يحفظ الوالدين انقطع لك انقطع لك اختي الله يحفظك اي تنقطع لك والله الا كنهضر معاك بواحد الطريقه اللي زوينه قولي مستوى اختي انقطع لك الله يحفظك انقطع لك الله يحفظك دوزي لي ما تقطعش عليا عافاك عافاك الله يرحمك الوالدين اختي دوزي لي انا معاك يا ياسين راه تنسمعك يا ياسين دوزي انقطع انا معاك يا ياسين صافي اختي صافي صافي اختي قلت لك فاس بعيده اختي اختي ما مشيتش لحد ما مشيتش لسيدي معروف حدايا بعيده عليا اختي عافاك يا ياسين عاف لا اختي بعيده عليا اختي الله يرحم الوالدين صافي قطع عليك ياسين لا مازال مازال خويا ياسين شنو خويا لا لا بعيده عليا قلت لك عليك يا ياسين بعيد عليا دابا شنو بالك دابا في هاد الزوج اللي قربت ثلاثه انتحروا ولا شنو لا بعيد عليا انت غادي النوبه الا انتحرت يا ياسين في جنة لا ما انتحرش قلت لها بعيد عليا فيها ساره قلت لا ما تنتحرش ساره ساره لا ساره لا عندك ديريها لا ما تنتحرش ساره اختي ساره بعيده اختي الله يرحم لك الوالدين راه غتنتحر يا ياسين في الجنة اختي ساره اختي ساره قلتلك بعيدة عليا فاس الله يرحمك الوالدين بعيدة عليا فاس اختي غنقطع لك وهي بغات تنتحر غتموت ولا توقع لها شي حاجة ياسين اختي غنقطع لك اختي غنقطع لك حشوم عليك ياسين والله صافي غنقطع لك الله يرحمك الوالدين اختي الله يرحم الوالدين بعيدة عليا فاس ما عندي شي حاجة راه بسبابك شوف لا ما توقع سير اختي الله يسهل عليك المعاشر والناس كامل المسؤولية سمعتيني انا نقطع واحد جوج عافاك عافاك يا ياسين الله يعطيك نقطع لك والله اما تقطعش خليك اسير اقلت لك بعيد عليا فاس الله يحميك الوالدين انا نجي عندك شوف انا نجي عندك اللي تقالتي عليك خففتي عليا شنو طويلة عليا تشي طويلة عليا ما طويلاش يلا مترو 50 طويلة عليا ما طويلاش مترو 50 انت يا شحال مترو 40 مترو 70 مترو 55 شحال شي 40 55 مترو 55 وانا مترو 50 شحالتي بيضة بيضة اخويا والله تبلقى عندك الماضي بيض عسي راه ما يمكنش راه بزاف عندك الماضي شوف راه قلت لك قبيله اللي تقالتي عليك خففت عليا عندك شي ماضي عندك شي ماضي ماضي ولا ماني اش من ماني ماضي ماني 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 لا لا ما عنديش ماضي ويلي نيت اش من ماضي كنتي صغيره او مي كنتي صغيره مي كنت صغيره
كيفاش ملي كنت صغيره ما فهمتش اختصار انا طعنه كيفاش الله يعطيني الصحه. كنت صغيره واش ما لعبتيش الدار ولا ما شنو مقصود بك؟ شوف عليك اخويا تقطع شي عليا. ياسين كيفاش ملي كنتي صغيره ما فهمناش؟ هي كانت صغيره كان عندها شي ماضي. انا عندي صحابي كنتي صغيره كنتي تلعبي. اسمعي اسمعي اختي فاش كنتي صغيره واش كنتي تلعبي بلاتي بديتي تيجي لعيني تقطع قصد ياسين واش قصدتي هو غير جاوبني اسمو واش ملي كانت صغيره واش زعما ما كانتش تلعب مع ولاد الجيران؟ لا كانت بعيده عليا فاس الله يرحم الوالد. قولي لي غنسولوها بعيده عليا ما كنتيش تلعبي مع ولاد الجيران؟ بعيدة عليا فاس على اختي بابا الله يرحم الوالدين ابادر بعيدة عليا فاس الله يحفظك الله يحفظك بعيدة وانا ما كنتش انا على الاقل احترم غير بادر اللي كيهضر معاك كيقول لك بادر الله يحفظك بعيدة عليا فاس الله يحفظك تشد السيرفيس ديالها تشد المعيد السيرفيس والله معلم يحشم على هاد الهضرة حشومة عليك والله حنا كبرنا بيك بادر بادر غير انت بعيدة عليا فاس بابا شدي السيرفيس ياسين لا بادر قلت بعيدة عليا الله يحفظك بعيدة عليا قولي قولي شمن 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 الرقم جا فيا في هاد السيرفيس هذا شي فين دابا هي باش نشد الموعد تتلحقك حتى السيمانة الجاية لا على هاد الحساب واقيلا خصني شي سبع شهور يا الاخر صافي والو ما بغاش شوف بدر شوف ايوا صافي شكرا لك اصاحبي الله يحفظك خويا بدر واخا واخا خويا بدر دوز ليا هذيك دوائي قالت لك اعطيني النمره ديالك انت عرفتي الا وقعت فيا شي حاجه راه غنسول في اختي بغيتي نسول شوفي غنسول في اختي ونعيط لك صافي تعيط ليش اخويا اللي غدير معايا يديروا معايا دابا راه غنبلوكي كاش من تعيط لك بلوكيني ما كيتموش ويلا غدير معايا يديروا معايا دابا لكن انت قادر بلوكيني ما كيتموش بلوكيني انا غادي نبلوكيك دابا انا غادي نبلوك واش تقول لي نسول فيك منيتك لا دير معايا نعيط لك انت حاجه دابا انا نعيط لك نسول فيك الا سير لا لا نسولش فيا كاين شي معقول دابا قلت لك بعيده عليا فاس بعيده لا بعيد عليا راه قريب انا نجي عندك راه قلت لك كلشي على حسابي انا لا بعيد عليا لك بغيتي نقول لك على صفت لي نواتك نشوفك على صفت نواتك نشوفك وصيفت انت نشوفك كي داير شافني لا شافني بادر غير صيفطها في اللايف الا قبلوا لا الا قبلوا لا ما نصيفطهاش في اللايف ما نصيفطها في اللايف انا قرر لا لا صفاتي نشوفك هي الاولى ونسافر انا تشوفني بزاف عليك سير سير لا صافي معقول اي كتكذب لا والله تا فيا المعقول بالله اقسم بربي العظيم تا فيا المعقول شوف اقسم بربي العظيم تا فيا المعقول معقوله هذا جواج حيدي اختي حيدي الله يعاونك اجي نقول لك ونتايا فاش خدام علاش تسولي عليا حيدي الله يعاونك شوف انت عطيتي شروط ديالك انت فاش خدام انت فاش خدام انت انت فاش خدام ضحكت انا كنقرا فاش كتقرا شغلك لا تشتي شغلك الله يعطيك قطع على اخويا بابا صافي ما بغاش صافي صافي اختي ساره ما بغاش الاخوان اللي فيها المواصفات اللي بغى ياسين تكون فيها مترو و55 تكون بيضه بلقاء شنو قلنا اخر تكون بيضه بلقاء يكونوا رجليها 37 شنو اخر شنو قلنا اخر الاخوان 37 ما يكونش عندها ماضي وما تكونش مزوجه ومطلقه انا شوف ساخر كلشي بايت الله ولكن ضحكت والله والله يا تضحكت اوكي شكون 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 انا انا
انا قصيت واخا انا نصوري والله يتضحكش. بغيت نزوج شي وحده بنت وعندها فورمال بنت الحرام سريري صافا لاباس عليك هاني نورتينا دخلت سمعت تفزع بالضحك مزيونه هادي والله تضحكت اليوم داكشي اللي ضحكت اليوم ما ضحكتش مشعل هادي براسك ولا شي يضرب نيتو والله الا شي يضرب نيتو الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اختي صافا لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. بغيتي تهضري معايا ياسين ياك؟ هاي ندوز. واخا انا ندوزو لك. شوف الزهر كي داير كنضحك تصدق. ياسين. اه ياسين. الو. تكلم يا ياسين وحده بغات تزوج. الو. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير اختي بخير؟ صافا الحمد لله ترونكيل. انت؟ الحمد لله. شنو سميتك؟ سميتي سكينة. الوالدين كيدايرين؟ صافا الحمد لله بخير. فين تسخني؟ يا بسم الله. يا بسم الله قولي بسم الله قولي بسم الله. كنسكن في محمدية. ها؟ كنسكن في محمدية. بعيدة عليا. أنت في كازا راه قريبة لك أصاحبي. شحال فوق في الطول؟ مترو 45. يلا. مترو 45. مترو نص. مترو عندك شي ماضي؟ لا عندي الحاضر. آه. حبسي اللايف حبسي اللايف. حبسي وجدان. عندك شي ماضي؟ تتلبسي جلابة؟ شنو تتلبسي؟ كندير الحجاب. لا. كيفاش لا؟ تدير الحجاب الزيف. زيف. اه الحجاب هو الزيف، الحجاب هو الزيف. ف مرحبا. انت عندك الحاضر؟ عندي الحاضر. كتصلي؟ اه تنصلي وقبل صلاة الدين. خدام؟ فاش تقراي؟ لا انا خدامة. فاش خدامة؟ في الرملية. في الرملية شنو البلاصة؟ أسفي. أسفي؟ نجي من أسفي المحمدية. اه. فاش تمشي؟ تمشي بالطوموبيل. طنويل؟ ايه. اوه قولي ليا. ونعم تقولي تسكني مع الخضريه. اختك ضريفه. قول. شنو سميتك بعدا؟ سميتي سكينه. علاش سكتي خمسه دقائق عاد قلتي اختك ضريفه؟ واه كتفكر ضريفه. والله العظيم انت ضريفه بالله. بغيتي ندوزها لك تهضري معاها ندوزها لك. كتعاينو كندوزها لك. غدا ان شاء الله. هادي اختك اختك ولا داك اختك اللي كي كنشك نقرا في فيسبوك؟ اشي اختي الله يخلصك اختي. امين. حيدا اختي الله يعاونك. صافي اختي الله يعاونك. صافي قبل هادشي ما بغيتيش يا ياسين صافي. لا فاتت الحدود شويه. علاش قلت لك؟ ندوز لك اختي. قلت لها ندوز لك اختي قالت لي ديال الفيسبوك. شنو قالت؟ ما قالت والو. هذه قالت لك بحال واش ياك ما شي اختك صعيبه بحال اللي تيهدويو عليها في الفيسبوك. هادشي اللي قصدها ياك ما صعيبه. لا لا ما صعيبهش. ما صعيبهش. ما عضنيتش. ما سولتيش شحال تلبس في رجليها شحال فيها من شحال تلبس في رجلك بعدا؟ كلبس 36. 36 شحال فك في الطول؟ راه قلت لك مترو 45. مترو 45 عرفتي قداش في الطول؟ طوال مني. 45 راه قصغر راه قصر منك انت 55 هي غير 45 فهمتي؟ ها
خاصني مع جوجل تراديكسيون. ها شنو بغيتي دابا؟ خاصني مع المحمديه بعيده. بعيده وانت في كازا وهي في المحمديه؟ المحمديه اه بعيده بزاف. ولا ما بغيتيش خلي دابا انت المشكل ديالك هو تتخلي البنات تيتعلقوا بك، تتخلي البنات تيتعلقوا بك وتتسمح فيهم. المشكله دابا، المشكله دابا قلبي كيضرب 190 ويضرب حتى ب 2000 ريال. حتى ب 2000 ريال هذا مسلم. والو خي ياسين شو مالك؟ لا لا خويا بعد الله خويا. والو اختي والو بعيد عليا المحمدي. اسو كاينه ما بغاش بغيتي تجي اجي نقول لك توقعي بغيت تكون ساكنه في داركم. ها وقيله بغيت تكون ساكنه في داركم. لا وانت في اناس ويا في سيدي معروف وما قبلتيش عليها في كازا وما قبلتيش، وفين بغيتيها تكون ساكنه؟ هل برنوسي ها هل تشاروك اها اها غدا نبيع داري ونتحول ما تخافش صافي هاي تحول على قبل قال باني لي تي مجوجه واقيلا ياك. لا خويا حلف بالله علاش اللي كتكون مزوجه هي اللي كتكون مستقره؟ لا تكوني مجوجه واقيلا وقلتي هذا طالع في اللايف وقلتي مطلع عالي. ولا انا غنكون مزوجه وغنجي ندوي معاك. لا ايوا شنو؟ عندنا من عندك فيها ابيل. عندي فيها ميساجات. انا جاوبتك دابا عندنا مرا فيها ابيل عاديه. لا كيفاش عاديه؟ ابيل ماشي في الواتساب. اه عندي فيها ابيل صافي. شدي الموعد بعيد عليا المحمديه. المهم انا غدا غنمشي على التريطور صافي. وهي راك كتعرف ان دابا العرس اش بان لك؟ بعيد عليا المحمديه خويا بار. والو والو علاش طمعتيني دابا ودغيا تخيلت العرس وتخيلتك بارز حدايا؟ بعيدة عليا المحمدي. شوف شوف دخلت تصويرته واش طلعت لك تصويرته ولا ما طلعتش ليك؟ ما طلعتش. ويلي ما طلعتش. دخل دخل شوف دخل شوف شوفها راه اللي كاينه. راه هي اللي كاينه في تركيا. راه فاتت مشات لتركيا بعت لي التصويره طويله فيها جوج ميت وفي الطاولات. اه من ابادر اه افا طويله طويله خليها تمشي طيرني. شوف التصاور شوف التصاور التصاور ما ديش عليهم التصاور راك دابين. لا طويله بزاف. وانت دابا غتسمح في الزين الزعوريه ديري كاميرا نشوفك ديالك التليفون عندك ديري كاميرا نشوفك تليفونك مشيتي بعيد محمد. صافي طمعتي في الكاميرا دابا كاع ديري نشوفك كتي ما طويلاش هما اللي باش نوقف ليه. ودابا كيفاش دابا احنا لا دابا انت ما نويش المعقوله يا سميتك ما نويش ياسين وكيفاش ديري الكاميرا ودابا اشرح لينا كيفاش ديري الكاميرا نشوفك واش طويله ولا لا شنو تعني بها؟ شفت التصويره البروف يا شتو لا الكاميرا 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 لا بلاش بلاش ما بغيتش الكاميرا وي ولكن علاش قلتي لا ديري علاش قلتي لا ديري الكاميرا؟ نشوفها واش غير تشوفها ولا تشوفها واش طويله ولا قصيره؟ اه باغي نشوفها طويله قصيره وباش غتعرف بغيتي توقف بغيتي دير لك الكاميرا وتوقف ولا شنو؟ شتي دابا هنايا دابا هذا الشيء ما هضراش. لا لا ياسر واخويا بدر طويله عليا خويا بدر اسمح لي طويله عليا والمحمديه بعيده صافي والو والو توصل ليا تقعد الليل قطع عليك والله الا قطع عليك عمرني شتي واحد تيشوف تيتي وتيقطع عليه ايوا صافي اختي ما بغاش ما كتبش ما كتبش الله يعوضك بما احسن ها وجه ها وجه انت رجعتي يا ياسين هاو تقطع هاو تقطع يا اختي الله يجيب لك ما احسن من ياسين ويعوضك قولي ما امينش
ربيتي عليه الكبده والله العظيم هذا نديرها قدامي بقى نضحك. ياسين خويا بابك ورحم الوالدين هذيك الدري قالت لك عطيني النمره ديالك نتايا دوزها ليا اللي بغاتني اللي بغات نمرسي مشروكه. علاش اللي بغات نمرسي بغيتي انت باغي ندار معاها الله يحفظك صوني عليا صوني عليا طلعها وصوني عليا واخا كيفاش اللي بغات نمرسي انا بغاها هي بلاتي عافاك اختي كتبي لي هذيك السيده اللي كانت هضرات معايا ما عرفتهاش علاش ما عرفتش فين هي ما عقلتش ما عقلتش عليها والله ما عقلتش عليها كيفاش هذيك اللي بغات نمرشي انا راه بغيت نفهم علاش هاك اياتي بلاتي كتبات انا هي هادي جو كرو الو اختي ياسين بغي يهضر معاك نعم شنو بغا ندوزو لك واخ نعم انا صوني عليك ياسين ها هي شنو بغيتيها سلام شمالي نولي كدير اختي بخير هاني لا بس الحمد لله خويا هاني الشعولي ماني ندار كديرين لا بس الحمد لله تتخافيش من الله بعد ربي ولاده مسكين بعد ربي ولاده تخافيش من الله كيفاش بولاد انا مازال قطعت علي الو السلام اختي كي دايره بخير الحمد لله قطعت عليك او اخر واش دار دوزها 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 قطعت ما بغاش تطلع قطعتها هو كده بضرب ولاده صافي دغيا دير لي الولاد والله الا ضحكش المغرب كامل بغى يهضر مع ياسين عافاك اللي تيصوني ومجرد كتب لي بغيت نهضر مع ياسين باش ما نتخلطوليش القصص مع 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 اللي بغى يطلعوا راه نصوني عليكم اللي تكتبوا لي انا ما جاوبتيش بغيت نهضر عافاك الناس اللي تيصونيو مجرد باش ما يتخلطوليش باش ما يتخلطوليش السميات القصص الناس اللي باغيين يعاودوا القصص حيت كلي تيصيفط لي بدر بغيت نعاود قصتي اخوان راه تنصوني عليكم اللي صيفطوا بغيت نهضر مع ياسين ولكن ضحك راه نضيع ضحك سبحان الله اوكي شو هذا بغيت لها يهضر مع ياسين كونيكسيون
كاش كونيكسيون. الو السلام عليكم اخويا هاني. حبس اللايف بغيتي تهضر مع ياسين. وا اخويا بدر هاك حبس اللايف نطلع عليه شويه فهمت. عندك راه تسمع اللايف صافي مزيان دابا لا تنسوني ولا راه تيقطع. نطلع عليه شويه اخويا بدر تيقطع يا ربي يطلع رقم كيسير مع الارقام. ها ياسين خويا بدر قول لي شحال عندها هذيك النمره السلام عليكم. عليك السلام. كي داير اخويا ياسين بخير؟ الحمد لله اختي. الو الو تنسمعك اختي كي دايره ماني الدار اش تعاودي؟ الله يلا بخير انت مزيان؟ الحمد لله اختي. شحال في عمرك؟ ايوا شنو كتعمل؟ الحمد لله انايا 19. قولي لي فين تتسكني؟ انايا كنسكن في عين سبع. عين سبع تتيا في عين سبع ياك؟ تتيا في عين سبع ايوا شرفينا شنو فين تخدم؟ أخونا تتيش بخطير أسمي مانو أبا مانال مانال مشارفين أختي. وانت؟ ياسين كش باغي تزوج لك تفل علينا أختي باغي نتزوج أختي نمشي تفل قولي لي أش من بلاصة في عين أنايا أي سبع بالضبط أش من بلاصة حدا مرجان. حدا مرجان تي شلات دريات حدا مرجان مهم في عين سبع حدا مرجان انت مزوج عمرني دخونا خاطر اللي تيهضر معاه خاطر. ايوا خويا انا راه باغي الحلال تقبلي تكوني مع اختي تي بيضاء اللي عندك اختك قبلي تسكن وعرات لا دري ويشا البلاد مين عندكم توما؟ أنا البلاد كيفاش البلاد منين عندكم؟ هاي سبع البلادكم وين بلادكم؟ والبلاد دوك رحابلة مزابية صافي طورتي لا المغرب والمغرب عرفنا المغرب البلاد ما عندكمش بلاد تتمشيش البلاد لا ما عندناش البلاد حنا هذاك الشيء عندنا الكودران البلاد تتمشيش العربيه عندكم لا ما عندناش العربيه انتما عندكم العربيه كلشي بارطاجي ودير قليبات قولي لي شنو سميتك بعدا ما عرفتينيش سميتك انا قلت لك سميتها انا قلت لك مانار شرفي شحال فوق في الطول أنايا في 155 هدر اللي تيهضر معاه راه دري ماشي بنت 155 شحال في عمرك؟ 19 شحال في عمرك؟ 19 صافي تديري السيف وبيضة كان شعب واش عبد الرحيم هذا؟ واش عبد الرحيم؟ تديري السيف؟ كندير السيف وكنصلي الصلاة هي الأولى مرحبا مرحبا يا بدر هذه صافي مرحبا قطع من عندك كيفاش قطع من عندي بغيتيني نقطع انا بغيتي تجري عليا وبلاتي راه خاص الناس يعرفوا مواصفات واش بيضاء والسمراء وعينيها كي دايرين بيضاء بيضاء ها بيضاء شحال تلبسي في رجلك خلى البنات كاملين وبغى دريك انايا خلى البنات كاملين وبغى دريك المهم رجلي صغار قلب صغير شحال تلبسي في رجلك كيفاش ما
كنسمعكش قربتي لي شحال هاك شحال تتلبسي في رجلك قلت لك قال لي رجلي سخات قلب صغير 40 لا بزاف حيدي الطايب الله الله يعاونك بلاتي بزاف 42 42 علاش ما تسمعش واش انت ولا انا ماشي انا ماشي انا اه يسحب انت يسحب انت اللي قلتي لا واش 42 ولا انا تبقايش تسطعي عليا كذبتي عليا حيدي ولا واش انت واش انت واسمع اسمع شنو قال فاش كذبات قلت لك 39 قالت لي علاش انت شحال شحال تلبسي 39 انت يا صاحبي كتلبس 42 قلتي لي لا 37 مرحبا بها اخويا بدر عجباتك هذه اه مرحبا بها عجباتك ايش نبدا سولا شعرها وشعرها طيب رفض شعرك كحل خلال البنات كاملين وبغى يبرر كيفستر ركابي كيفستر ركابي ايه وزوينين مرحبا اختي مرحبا اختي سولا الكيلويات هل في الكيلو شحال فوق ما كيلو بعد شنو شحال فوق ما كيلو ما كان وزنش راسي اكل قولي شيء القيقة يسحب لي مهم فورم يا شوية شوية اه اه لا طيب هي هذيك شعرفين مالها ايه انت يا كديري الوالدين ومريض ما طويش ما طويش ايه الوالدين اه كديري الوالدين الله يلا بخير قول لي مريض دار باش نديك واش تسلم معانا ولا لا ما نغسلش ما ندخلش الكوزين تنغسلش المعانا انا شكونو شكون تيغسل المعا العيالات لا لا ضروري نتعاون شويه لا جيب الوقت نعاونك صوت ديال شوف صوت ديال بنتت هذا باغي تولد مولد جوج ولا واحد تنوصلوا الاولاد حنا درنا الكاعط حنا وهي غير تتصور باش تعرفك واش باغي تغرقها بالولاد وتسمع فيها نور ابنية وليد ابنية وليد صافي شنو بغيتي تسميهم بعدا كيفاش توصف السمية لا لا انت ما عندكش فكرة ديال شي سمية ولادك نسميو آية اها والولد محمد صافي صافي شنو بغيت تسميه محمد وانا بغيت نسميه سفيان مرحبا بك اختي تيبا الوقت مرحبا فاش خدام تنبيع وتشري اختي اما سولتيش على الماضي والسوابق واش مجوزه عندك شي ماضي عمرك تجوزتي الله يستر مازال الدبلوبي ها مازال الدبلوبي دابا قول لي عمرك تجوزتي لا والله قلت لك عمري تجوز عندك شي ماضي شنو هو الماضي اه الباسي اه عندك لا الله يستر هذاك شي بغي انا قلت لك داكشي مازال ايوا ياسين الحمد لله ايوا شنو درت معايا دابا مازال ما درتي معايا والو مرحبا بك اختي مرحبا اشنو ياسين ايوا انا كنت مرحبا بك نقراو الفاتحه دابا نقراو الفاتحه مرحبا بك يلا اقرا الفاتحه يلا اقرا الفاتحه يلا اقرا معانا اقرا واقرا معانا اقرا معانا ياسين يلا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابنته يلا سير بسم الله الرحمن الرحيم انا بسم الله الرحمن الرحيم سير يا اقرا ابدا كمل الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لما تجيب القرآن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين زيد إياك نعبد إياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب أنسيتي غير المغضوب عليهم المغضوب أم الزربة يعني مرحبا بها خويا صافي دابا راك تجوجتي دابا راه قرينا الفاتحه ديالك صافي مرحبا بها دابا مرتك دابا دابا دير مرتك فراسك
مرحبا. دابا راه كلشي شهاده عليك، راه المغرب كامل دابا عارفك بلي تجوزتي. مرحبا. فوقاش بغيتي تجي لعندك؟ ما تنشوفوا بعدا. كنت كاتب واحد العدول. وانت دابا تجوزتي راه قرينا لكم الفاتحه. لا ماشي الفاتحه، هاد العدول. ولا ودابا الشرع راك تجوزتي بها. اش اش قلتي تيا؟ قلت لك خصنا الصداق. تمشوا هاد العدول صداق من تن شحال تعطيني شحال تعطيني قدام باطر من لا منقوش لك صافي. وشوف دابا راه ولات مراتك حلال عليك. مرحبا بها. مرحبا بها. دابا راه ولات مراتك صافي تنجمع. مرحبا بك اخويا باطر تتا. الله يحفظك صافي. شوف شحال وبلاتي اش قطعت عندكم دار كبير. دار كبير اختي. شحال فيها المحل؟ تفضل. شحال؟ فرطمة. فرطمة؟ ايه فرطمة والنصف في السطح. النصف في السطح؟ شنو داير في داك النصف في السطح؟ خاصو الفلوس باش نبني. خاصو الفلوس تنجمعو لي الفلوس. خدامة تيا؟ لا أنا ما خداماش. مرحبا. ما كنخرجش من الدار مازال جنيكا. ها مرحبا. قولي واش بغيتي دير لك الكاميرا تشوفها كيفاش دايرها كدا؟ لا ها؟ لا ما ديرش كاميرا. علاش وما ديرش كاميرا؟ علاش خفتي نشوف كاميرا؟ نديرو كاميرا ولا خفتي؟ خفتيني نشوفها. خفتيني نشوفها. ما ديرش كاميرا ولا ها؟ ما بغيتينيش نشوفها. ما ديرش كاميرا. علاش وما ديرش كاميرا تنشوفها انا؟ وانا وانا تنعرضو لك تنعرضو لك. وشنو دابا بغيتي تجو صافي هذه هي اللي عجبتك في هادشي كامل؟ لا تنعرضو لك. مرحبا بي. لا واش دابا هذه هي اللي عجبتك صافي تنشوفوها بعدا؟ واش عجبتك ولا ما عجبتكش؟ وانا زوين تنشوفها تنشوفها. واش دير لك الكاميرا؟ دير لك الكاميرا تشوف دابا؟ لا ماشي دابا ماشي دابا شي دابا. عندك كبار نقطع انا تبقى غير نسوي الراس في الراس. اه طاح واخا انا نقطعيها. شوف زعما راني قطعت. الو أدخل. الو وي دخلي النمره ديالي دخلت. سمو قطعت ما تخرجش بهضر ياك. دخلي. مرحبا بي. لا لا بلا ما ندخلوه. لا حشومه ندخلوه باغي يشوفني غادي تزعط فيا المشكل. لا طيب بلاتي. ها وبدر راه ما راش معانا. ما راش ما راش معانا. نعيط لك دابا. لا فايون بينات. لا لا ما تقطعتي. الا قطعتي صافي غادي يمشي لك كلشي. لا النمره تبقى طالعه. وما قا هو راه قطاع كيهضر مع ناس وحدين اخرين. دابا شنو درت انا وياك؟ اجي هنايا ها الصباح وندور. شنو سنه الحيره ها الصباح وندور. دابا الصباح فرق بكري. الصباح بكري ها فرق بكري. مش مالك مختار كتهضر غير بشويه. فرق بكري وقلتي تفرج شنو كتخدم؟ تنبيع ونشري. دابا راه يسحب وقتات. اش كات شنو كدير؟ خضرة. كدير خضرة؟ ايوا دار. اه. بلاتي بلاتي. دابا راه تيتفرج في اللايف. شنو بطاطا؟ قطع بطل. راه تيتفرج في اللايف. عندك داك تهضر ها هو. ندير بحال انا اللي صونيت عليه. ها مشات ليه. تيصوني عليه. تيصوني عليه ابل. اه يا سيد. اه اش صونيتو عليا؟ اش صونيتو عليا؟ ما صونيتش عليك يا بدر. اه فاش دخلت فاش تخرج تعاود دخلت تعاود تصوني عليا. راك تعاود تصوني عليا. اه شنو درتي معاها؟ لا صونيت عليك. اه شنو درتي معاها؟ لا اه يا قطعت مشات. شنو درتي معاها؟ شنو درتي معاها؟ تفاهمنا. اه ما عندوش كونيكسيون.
قالك تفاهمنا. مشاتي صوري عليه هذاك راه ولد اللي تيهضر معاه. هاتي والله الا تفزعت بالضحك. مول الديسير وياه عبد الرحيم مول الديسير شحال ضحكنا. كان واحد ضده ليه عبد الرحيم ولا تيبغي عبد الرحيم. لا 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 انا راه تيتفرج في اللايف. انا نعاود نصوني عليه انا نعاود نصوني عليه انا بلاتي. ياسين ها ياسين قادر قول صيف كاين النمره صيف صيفت النمره ديالها صيفت لك النمره ديالها اشنو صيف اختي اختي تسمعي ياسين انا الو وي كنسمعو ياسين انا ما تنسمعكش دابا تتسمعها مزيان لا شويه اشوف واش دير لك الكاميرا تشوفها لا مزيان لا لا ياك ما بغيتيش نشوفها انا ياسين مرونين اخويا بدر كيفاش مرونين معليش لا ما خصناش نشوف تنكونوا بنات الارض ها وهي اللي دير الكاميرا ماشي انت ماشي انت وهي هي تشوفها تشوفها لا ما تشوف ما تشوفهاش هي لا ما تشوفها ها تنكونوا بنهار حتى البنهار وهي تشوفها هي هي تشوفها هي تشوفها كيفاش دايره ها ياسين خويا بدر واش واش دير لك الكاميرا تشوفها بعدا لا ها لا واش غرتي دير دير قول لي واش غرتي عليها دير. مني دير دير شنو ندير شنو ندير دير الكاميرا شكون انا ولا هي 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 عين نصوني عليكم ابل بلاش نشوف شي يمكن خاصني نصوني عليكم ابل كاميرا انا نصوني عليكم عين قطعوا نصوني عليكم خونا مفزع بلاش الله يلا نموت ديال الضحك تخيل يدير كاميرا ويشوف الدراري يتصدم شوف الو وي يا اخويا بدر خليك خليك مخبع حتى التالي عاد بان ليه صافي صافي يكون هاني حيدوا الكاميرا كلشي كتب في الكومونت تقطع ياسين بدر كيدير فين راك يا ياسين تتشوف ولا ما تتشوفش تنشوف فين راك تنشوفك انت واش الضو شحال شويه الضو ياسين شحال الضو باش تشوفها وتشوفك البوله محروقه ها يا لا محروقه ياسين واش بغيتي تشوفها راه دايره هي شوف ياسين راه هي طافيه الضو لك الا ما شعلتيش الضو ما غاتشعلش هي الضو غنشوف البوله انا ها ورغبه باش دير لك الكاميرا رغبه دير لك الكاميرا قول لها تليفونك ورغبه قول لها بيني وجهك بغيتيها توقف ولا تبقى جالسه توقف مرحبا مرحبا عيوني وقفي السلام عليكم ياسين قول له وقفي هذا كراج الحي قال لي قطع عليك وكلشي كلشي حسن تمسح صدمتي الدري يا صاحبي صدمتي الدري هذاك راه راجل اخويا بدر راه تلفلو الري والله الا ساعتي ضحكتينا ياسين واش بغيتي تجوج ولا دي واقفين نشوف
فضلك اخويا هذا كامل كاسكيط حي راه انا دارنا والله لا داك بالله يا بطله داك والله لا كرسي كرسي تدخينا الله يرحمها حلق من دروني والله لا حلق من دروني الله لا ضحك بالله الو السلام عليكم وعليكم السلام كنتي بغيتي تضربي مع ياسين صافي مابقيتش قادر والله مابقيتش قادر كلشي ضرعتني بالضحك بغيتي تضربي مع ياسين ايه بغيت نتكلم مع ياسين واه خلينا ندوزو لك مسكين ياسين واش ما عجباتكش والله ما ادري هذاك الشوك مابقاش ندوي مع كاميرا والله ما نبقى ندوي كاميرا الشوك اخويا بعد الله يرحم الوالدين كان شي معقول حيت تكلم السلام ياسين لاباس بخير الله يحفظك كلام على الصحة لاباس كلام تما لين الدار لاباس الحمد لله كعب لاباس ولدي يقول لك لاباس لاباس بدر دوزي لي بدر خويا بدر اخويا بدر الله يحفظك والدينا كان شي معقول وهاي دي معك هاي معك شو اخويا راه معقولة معقولة يا غير عاد تيجي عندي العيون انا صحراوية لا 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 بعيدة عليا العيون على امك قطع عليها اسمع قطع كرهتو في الزواج انا يا خويا والله الا كرهتو يا رب تخافك ها شو قلتي شكرا لا شكرا عزيزي والله لا تضحك بالله وباك رجولة طلعني طلعني خويا باك الله يحفظك طلعني خويا باك ماخ والله لا تضحك شحال هادي ما ضحكتها بحالك انا صاف والله ما بقيتش قادر كلشي ضراتني والله لك شتي صوني انا الدر الو الو قطع عليك يا اهل الكرم قطع عليك خلاص حب دابا شي وحده من الله يا اخويا بدر والله لا حول ولا قوه الا بالله شي وحده من العيون قال لي الو بدر حيد اخويا بدر صوت الدريه كيف حالك قاق شوف شو هادي المنقبة غتعجبو شو تا المنقبة ما صدقوش تيصوني الو الو السلام عليكم ما تقولي ليش اختي راكي منقبة ما تقوليش راكي منقبة ها هو دا ياسين معك اختي ها هو ياسين ياسين الو هادي غتعجبك شوف التصويرة شوف لا لا ما عندي من دير بها وشوف التصويره اش شاف دير الخمار كامل ما ناخذش بلاد الخمار لا لا خويا اه ياسين لا لا ما دايراش اه كيف ما دايراش ما كاينش بلا طاح باش مولا الخيمه تنش لا ما دايراش دير الخمار
والله ما دايره غير كيعجبني. قطع عليك قطع عليك قطع عليك جيب جيب بغيت تسوت الخيمه. والله ما دايره قسما بالله. تقطع ما بغاش. والله ضحكت. ويلي 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 ويلي. واش صافي ولا بغيت نهضر مع ياسين؟ والله الا الكفاره النهار هذا باش يلقاو شي واحد. هيا النمره هيا راه تنصوني تنصوني على دوك اللي تصيفطوا لي. تنصوني تنصوني عليكم اللي صفتوا لي انا. والله لا ضحكت ضحكت من قلبي الصراحه. كيبقيتي الحمد لله. يا سنتي صوني الو سلام بغيتي تهضري بغيتي تجوزي؟ ايه ولكن راه شاف اسباني غادي غادي شنو غادي ندير؟ واخا نصوني نمشي نبيع الخضرة انا وياه. يلا سير انا نصوني عليك. عرفتك. الو الو انت ياسين تكلم. هذيك اللي دوزتي في الاولين هي شكون هادي؟ شكون؟ محسومة عليك. الو السلام عليكم. السلام كي دايره بخير؟ كي تتسكني؟ انت من الاول كتقلب على واحده اخرى؟ لا ما اتصلت بيا. اه كي دايره بخير بعدا منين داراني نسيت هذيك الوحده كي دايره هانيه؟ كلشي بخير كي داير انت مزيان؟ لاباس الحمد لله. كي دايرين منين الدار؟ لاباس عليهم كيسلموا عليك. كديرين هانين؟ هانين الحمد لله. كيف داركم؟ فين تسكني؟ انا دابا كاينه في كازا. اش من بلاصه في كازا؟ في المحمديه. لا بعيده اختي بعيده. قطعي قطعي انت عندك مالك. قلتي انا كاينه دابا كازا في المحمديه كي درتي لها؟ ما عرفتش نكذب. هاي صوني على عين صوني. اوه ضحكت. تيقطع صافي طلعت لي في راسي. نعشي نعاود ويا ياسين ما تقطعش اصاحبي وما تتخلي البنات تيبغيوك وتتهرب عليهم وتنوض شي وحده تنتحر بسببك ولا شي حاجه. ياسين هذا كذب يا بدر. الشوت
اسمعوا ودخالي وقال لي دري شكون شكون هذه؟ والله الا بنت، والله الا بنت هي صوتها بحال الدري والله بدر خاف الله بدر والله. واش هذه ولا الاخرى؟ واش هذه ولا الاخرى؟ الاخرى وتنا الاخرى. وهذه راه بنت. قول يا سين الاخرى. الاخرى يدوز يدوز في الاول مولات الخمار. لا لا ديك والله الا بنت، والله الا بنت بالله والله الا دوزها. لا دوزها صون عليا ودوزها بالمنه ديالها. وتكلم بعدا لهادي، تكلم بعدا لهادي. ودابا سالي معايا انا بعدا. فين تسكني اختي؟ فين؟ انا في كازا. اش من قبيله قلتي كازا؟ اش من بلاصه في كازا؟ معارف. معارف بعيده على الاخت. شحال في عمرك؟ عندي 18. شحال في عمرك؟ 18. او يا سي شحال في عمرك؟ وقالت لك 18. 18 دوز دوز. وهي راه تسمعك. ما سمعتهاش. دوز وهي راه تسمعك. 18. اش بالك؟ لا اخويا شنو ليه؟ معارف بعيده. معارف بعيده؟ جاتك بعيده المعارف؟ نزيد تحول لعندك ما عنديش مشكل. يلا شكون بحالك؟ لا ولا انا بغيتك انت. ايوا الشاد ياسين. لا كان لا بعيده المعارف. ها وقلت لك غنجي. والو قالك تجي لعندك تكون حداك. بعيده كي شي واحد غنجي عندك. حيدي اختي قطعي. قطع عليك والو ما بغاش. حيدي قطعي. حيدي قطعك. ايوا واش نقول لك؟ ايوا ياسين ما قبلتش، ما بغاش المعارف. ما عندي زهر. ما عندك زهر. الله يعوضك. كيقول لك واحد كيقول لك واحد المثال الحماق لا دير لي لا يدير لي. والله يجيب لك شي ولد الناس. قولي امين. امين. مسهل عليك وفتح لك بيبها الخير. قولي امين. امين. الله يحفظك. شكرا لك. يلا حتى المره اخرى تلقى اخر. صافي تلقى واحد اخر ياسين اخر. الله يحفظك. يلا والله الا ضحكنا. انا بعدا ضحكش. صافي بارك. ولي 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 واش حاجه عيطو. لا المنقبات. هادشي صافا ندوز اخر ابل واقيلا. الو 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 سلام، بغيتي تهضري مع ياسين؟ الحمد لله. انا ندوز لك ياسي. كلشي برك لها زين. واه ياسين جاوب. ياسين الو تكلم. الو الو السلام عليكم. الو الو بخير الحمد لله. اهلا كنت مزيان الحمد لله. كل شيء بخير الحمد لله. الله يكون في رمضان الحمد لله. كي داير المولين؟ والله الا كل شيء بخير. صورتك بخير. راني الامور والله الا بخير الحمد لله. انت تسكني؟ كنسكن في رشيدية. قوي قطع رشيد. شنو وين؟ في رشيدية. وشحال في عمرك؟ عندي 19 عام. الو الو برشيد
قالت لك الرشيديه، الرشيديه ماشي برشيد، الرشيديه الرشيديه بعيده الرشيديه. الله يعطيك الفرصه وكاني فرصه. طالك ومتعطيش الفرصه لا لا حي شي وحده يعطيها الفرصه. نظروني ايش هذا يا الله يعودك اختي ام احسن. قولي امين. امين امين. مرحبا اوجه وياسين. امين. ها شنو ياسين دابا شنو بعيد عليا الرشيديه بعيد عليا ومعك ربما يكون في هذا البعد خير. بعيد عليا اختي الرشيديه عرفتي شحال في الشمال. لا كاين في الجنوب. باش الرشيديه بعيده دارنا وسكن حدا دارك في الشمال اختي الشمال. الرشيديه فعلا هو اللي سكن حدا دارك الشمال. شنو سميتك بعدا؟ سميتي نسرين. نسرين اش تعاودي؟ والله لا بخير الحمد لله هانيه اللهم لك الحمد. منين الدار؟ اللهم لك الحمد بخير. اش تعاودي بخير؟ والله لا بخير صافي. ما سولتيها لا ماضي لا حاضر لا مستقبل. يا ياسين عندك شي ماضي؟ لا لا واش نقول. عندك فيها الأبي لهاد النمرة؟ اها كي دايرين ماني الدار؟ وهادي 10 مرة سولتيها كي دايرين ماني الدار. وي ياسين بخير الحمد لله. وي ياسين ياسين الو بعيدة ها؟ وانا قلت لك واخا بعيدة الرشيدية غدا رحل. بعيدة الرشيدية قلنا لك بعيدة صافي وصافي دابا غادي تشوف لي الدار اللي حدا داركم ونجي. الدار حدا الشوكة في الدار.